معكم سيمو منعامة، عاد لكم من جديد ان شاء الله يا رب. وانتم كما كتشاهدوا احنا دابا كنتواجدوا مدينه اكادير، مدينه سوس، المدينه الجميله العريقه، المدينه التي يتواجد فيها جميع المغاربه من جميع انحاء المغرب والعالم وكل شيء. واتمنى لكم ان شاء الله ان يدخل عليكم هذا رمضان ان شاء الله يا رب بالصحه والسلامه والعافيه. وهذه هي النعامة اللي كتشاهدوا، النعامة ديالي الاولى توفات، ودابا راه توفات لي تقريبا شي 3 سنين، وكنت كندور بها وكنجول بها وبقى فيا داك، بقيت مبليبة ديك النعامة وداك الشيء، راكم عارفين كل شيء. ودابا راه دبرت لها واحد اخر، ودابا الان راني كنتواجد مدينة اكادير وربيته تقريبا، راه تقريبا جاي 3 سنين وانا غابر ما كندور ما والو، كنخدم في واحد الجهة من هنا كنخدم هنا هنا هنا. والحمد لله كنتوجه واحد رسالة لحال المدينة ديالي، مدينة بلحمد مزاب، وكنوجه رسالة للمغاربة كاملين. وراه دابا حاليا راه كنكون في حد في سوق الحد في اكادير، سوق الحد باب جوج، مرة كنعود لاكوت. وكنشكر السلطات المحلية، وكنشكر القايد ديال هاد المدينة، وكنشكر جميع الأطر. هادي ماشي حرفة، هادي بحال كنقول لك هادي تربيت معاها صافي ولفتو، ماشي زعما غرضي انني ضروري تعطيني الفلوس باش نخدم. هذا صافي هذاك كيتسمى بحال الاخ ديالي، صديق ديالي، كنمشي من البلاصه لبلاصه كنعيش معاه بخير، كياكل الشعير الربيع الزرع القمح. باش نعطيكم واحد النقطه بسيطه باش الانسان يعرفني انا شنو كاين. انا كبرت غير في الخيريه باش الانسان يفهم هذه المعلومات، عندي 11 عام في الخيريه وفهمتي ترى بدون عائله بدون والو. كاين العائله ولكن راكم الوالدين، والدين انا ما عرفتهم حتى ولات 28 سنه، عرفت عرفت الوالد ديالي دابا، وكنطلع انا وياه في المحكمه، وفي الاخر لغيت كل شيء، وان الله غفور رحيم سمحت في كل شيء. وراه هاد النعامه كنعيش انا وياها عادي بحال خوت بحال صحاب، كنضر كتنسيني في الهموم ديالي، كنتلاقى مع ناس زوينين، كنفرح مع ناس، كنضحك مع ناس. بالعكس والله العظيم الا زعما انسان يمشي معايا يجي ترافق معايا يجي يشوف اشنو كاين، كنوكلو كنشرب وكنتهلا فيه. اي واحد كيشوفني كيدي في واحد النقطه سلبيه راه خاصو يجي عاشرني باش يعرف الايجابيات ديال هاد النعامه، ماشي غير يشوفني من بعيد ويحقار ولا يدير شي حاجه ماشي هذيك. وكنسافر مع خويا غير كنكري ضروري، خاصك تمشي في اي منطقه خاصك تكري بيكو هوندا، كتمشي كتشاني في بلايصه كتبقى مره تكري كراج، بعض المرات تكري دار على حسب المدينه. ودابا حاليا كاريني واحد القويريج الحمد لله. على كل حال الحمد لله راه كنشوف الناس، تلاقى مع ناس، مشي مع ناس، الحمد لله كندبر بيه. هادي عدي جمل وعاود اخر كنخدم بهم ثاني في الصيف، في الصيف كنخدم في مولي بوسلهام. كنشكر تحياتي الناس ديال مولي بوسلهام، الناس دلال حاول الناس رياح واحد واحد. كنشكر جميع المغاربه، راه اصلا راه كاع الناس كيعرفوني في جميع المغرب، كل واحد كيشوف في منطقه، راه ما كنفضل حتى واحد على واحد، راكم كلشي بحال بحال في قلبي، وراكم نتوما خوتي وتوما صحابي وتوما عائلتي. واللي بغى يشاهدني يدخل على التيك توك سيمو منعام، راه ندير واحد لاباج غير في تيك توك سيمو منعام، اللي بغى يدخل عادي يشاهدني مرحبا. وشكرا على كل مغربي ومغربيه، وعاش الملك محمد السادس نصره الله.